رجعنا لكم من بعد الفاصل. اخترنا اليوم ان نتكلم عن نزال جدا مميز، وهو النزال راح يكون بين حامل لقب محمد العتيبي ومتحديه زيد المطيري. صالح، لوين نتكلم عن هذا النزال؟ انا اعتقد نزال ملامحه جدا واضحه والاسباب تاليه. لوين نتكلم عن زيد المطيري؟ زيد المطيري لاعب ملاكمه جدا مخضرم. زيد المطيري يتميز بالسرعه، السرعه طبعا اللي انا نوصف زيد راح نقول لاعب ملاكم جدا طلقة. جدا سريع بالفعل. وطبعا محمد العتيبي هو لاعب شامل. انا من رايي محمد العتيبي لازم يفرض طريقه لعبه من البدايه، وهو انه يكون لعب الارضي، لان انا اعتقد مو لصالح يستمر مع زيد المطيري لعبه الاسترايك. سعود، بدري كثير على التكهنات، وخصوصا انه محمد العتيبي هو طبعا لاعب مخضرم، هو يمثل طبعا تيم ووتر، هو لاعب مخضرم في الجيت كوندو. لعبه الجيت كوندو هي مبنيه على فلسفه اللعب الشامل. محمد العتيبي طبعا يخدم عامل الخبره، وتخدم عامل انه صعد على القفص من قبل. ايضا هو لاعب يعني الخبره العمريه. صالح، ودي اضيف نقطه. تفضل. نقطة الخبرة صدق راح تفرق وايد ونزال. لو شفنا نذكر بجي اف سي 3 محمد العتيبي كان جدا هادي على القفص، واستطاع انه يوصل حق يفرض طريقة لعبه بطريقة ذكية جدا. فعلا سعود، الان صار من الصعب انه احنا نتكهن ماذا سيحدث في هذا النزال، خصوصا محمد العتيبي هو لاعب مخضرم، عمره القتالي اكبر من زيد المطيري. محمد العتيبي طبعا هو يمثل تيم ووتر، وهو لاعب متخصص في الجيت كوندو، وهي الفلسفة تعتمد على اللعب الشامل. زيد المطيري هو لاعب في مقتبل العمر، لاعب معروف جدا في الملاكمة، سريع جدا، وهو أيضا لاعب ذكي، صار له فترة بتدرب على اللعب الأرضي. صالح، تكلمنا عن اللاعبين وتقريبا قلنا شبه التفاصيل عنهم، مو مذهب تقرير نعرضه حق الجمهور؟ أكيد، عندنا الكاونت داون، راح يكون في تقارير اللاعبين، راح يعبروا عن ارائهم، راح يعبروا عن طموحاتهم، كل واحد راح يحكي قصته. كاونت داون ناري، في تصريح ناريه من اللاعبين، كل واحد عنده خطه وراح يتكلم عن هذه الخطه، وموجه رساله للاعب الخصم نفس ما راح نشوف. صالح، اساس نزيد حماس المشاهدين، خلينا نعرض عليهم تقرير اللاعبين. اعزائي المشاهدين، تابعوا معي تقرير الكاونت داون لمحمد العتيبي وزيد المطيري. اسمي زيد المطيري، لاعب نادي الكويت، لاعب منتخب الكويت للملاكمة. عمري 24 سنة، موظف في وزارة الكهرباء والماء. اسمي محمد علي العتيبي، العمر 34، كويت الجنسية، متزوج لله الحمد، عندي من الأبناء ثلاثة. بداية الملاكمة عمري 16 سنة، كنت صغري كنت أحب الرياضة هذه، دشيت فيها وأنا صغير، استمريت فيها وطلعت فيها طلعة حلوة بالتمرين، كثر اللعب والاستمرار بالنادي. بلشت بدايتي بنادي الكويت، وللحين ألعب بنادي الكويت، صار لي تقريبا 7 إلى 8 سنوات ألعب بنادي الكويت. بديت مشواري مع الفنون القتالية، أو قصة حياتي مع الفنون القتالية بديتها طبعا كأغلب الشباب الكويتي، يعني اللي هي الكاراتيه، كانت منتشرة بكثرة يعني ولا زالت، يعني الحمد لله يعني استمر عشقي للفنون القتالية، يعني تطور الحمد لله إلى أن دخلت يعني أسلوبي أو الفن اللي مارسه اللي هو الجيت كندو، وطبعا يعتبر هو المدخل حق عالم القتال المفتوح او ما يعرف كالميمي. طبعا كما تعرفون ان الرياضه يعني لا يحكمها عمر معين، والحمد لله يعني اثبت الاقران يعني ان الانسان اذا اجتهد بالتمرين وتمرن والعمر ما يعتبر حاجز، يعني الحمد لله. يعني انجازاتي بالملاكمه، الاول على الكويت مده 7 سنين 8 سنين، ما لعبت منتخب لان ظروف دراسيه ما قدرت اطلع برا. الدوره السابقه او البطوله السابقه الجي اف سي 3 كان عندي اصابه يعني، وكنت اتمنى اني ادخلها، والحمد لله يعني تم العلاج الحمد لله، واستمريت بالتمرين وطورت من نفسي الحمد لله، واستعدادات يعني جاهزه ان شاء الله حق جي اف سي 4 باذن الله تعالى. قاعد يقول له تعال، هذه لكمه على الوجه. اعتقد محمد العتيبي المفروض ما ينتظر، راح ينزل. اعتقد الحكم المفروض يوقف خلاص. نعم صحيح، كانت واضحه ضربات على الجسم غير مؤثره بالنسبه له، هو لاعب كيوكوشن محمد الزيد. نعم اعتقد ما قاعد يقاوم، وقف الحكم. نعم قرار صعب من الحكم. طبعا كل مقاتل ويعرف انه بعد اي فايت له او كذا فايت انه يكتسب خبره،
والخبره هذه يعني تضعه في صف يعني الكثير من المقاتلين المنافسين، منهم ابطال ومنهم المتحدين. والحمد لله يعني تم تطوير مهاراتي سواء جسديه او بالفنون المختلفه الحمد لله، وقاعد اعمل عليها يعني الحمد لله. طبعا الام ام اي كنت اشوف اللاعبين وكنت استمتع لما اشوف اللعبه هذه، لان اللعبه تعتبر لعبه فيها من الملاكمه واللعبه يعني اللعبه قتاليه، وانا احب الالعاب القتاليه، فكنت اشوف عبد الرحمن تايسون يلعب فيها واللاعب كان معاي وكان يشجعني عليها، وكنت احب اللعبه هذه فدشيتها، قلت بتحدى اللاعبين اللي يلعبون فيها. تحضيراتي للام ام اي طبعا كانت اكثر من الملاكمه بشكل كبير. لعبت طبعا دربت ملاكمه ودربت جوجيتسو ودربت طبعا كيك بوكس، قاعد ادرب على 3 تمارين بيوم واحد تقريبا، يعني كانت اكبر يعني دبل اضعاف الملاكمه قاعد ادرب. بالنسبه للياقه المقاتل داخل الفايت طبعا تختلف من فايت لاخر. اول فايت لي يعني على مستوى الفايت اللي قاتلته كانت اللياقه يعني ليست ممتازه، كانت جيده يعني. طبعا اي فايتر يحب يطور من نفسه لازم يطمح للافضل، والافضل انه يطور من مهاراته. والحمد لله عملت على الكارديو وتمارين كونديشن الجسديه، والحمد لله يعني حسيت بالتطوير ولن ارضى اني اتوقف عن التطوير هذا. والحمد لله يعني ذهبت الى تايلاند المعسكر الماي تاي هناك لمده تقريبا اقل من شهر، فتره الشهر الحمد لله، ويعني عملت اني احد من سترايك يعني من لعبه ستاند اب جيم الحمد لله يعني، والتطوير يعني مستمر الحمد لله يعني. بالنسبه للمعسكر السابق يعني في بوكيت يعني ركزت على شيئين يعني يفترض على كل مقاتل ام ام اي انه يركز عليه، اللي هي سترايك لعبه على الواقف او ستاند اب جيم والجراوند جيم. الحمد لله يعني كنت اتمرن اجزي وقتي من الصبح للظهر تقريبا على الجوجيتسو عند محترفين قتال مفتوح عالميين، وفتره العصر يعني تقريبا ليل تقريبا مواي تاي، ودخلت كذا يعني مباراه لكن ليست رسميه، والحمد لله جربت نفسي والتطوير مستمر الحمد لله يعني، وكان معسكر جدا يعني غيرني جدا. استعداداتي للجي اف سي 4 كنت من قبل كنت استعد للملاكمه، قبل تقريبا 6 شهور 7 شهور كنت استعد لبطولات الملاكمه، فبديت استعد للجي اف سي 4 من قبل تقريبا شهرين او 3 شهور، كنت بديت بالجوجيتسو والكيك بوكس. بالنسبه حق التحدي القادم في جي اف سي 4 ان شاء الله يعني المتحدي اللي هو الاخ زياد المطيري، معروف او مصنف كافضل الملاكمين بالكويت، وانا عن نفسي احترم الملاكمه كفن، لكن الخبره داخل الكيج تختلف. كاول مره دخول له في عالم القتال المفتوح الحمد لله سبقناه في هالشيء الحمد لله، موجوده عندنا الخبره الحمد لله، وطبعا حلبات الملاكمه تختلف كثيرا عن الكيج، لان الكيج له خاصيه يعني يدخل فيها كثره الجمهور والاعلام، و معروف ان عالم القتال المفتوح عالم يعني شامل من جميع النواحي يعني. انا راح العب مع اللاعب محمد العتيبي، واقول حق محمد العتيبي انه ما راح يكمل معي جوله، راح اكون بطل راح اخذ منه هذا اللقب ان شاء الله. سمعنا من المقاتل زياد المطيري اني استحق حزام بطوله جي اف سي 2 وان جي اف سي 4 هو اللي يستحقه. انا اقول زياد المطيري يعني انت للحين ما جربت الكيج يعني، والكيج مثل ما قلنا سابقا يعني خبرته تختلف جدا عن الملاكمة، والملاكمة جزء بسيط من عالم القتال المفتوح. يعني ملاكمة القتال المفتوح تختلف كثيرا عن الملاكمة التقليدية كما نعرفها يعني. نزولي لأول مرة لهذه البطولة ما راح يأثر فيني، لأن أنا لاعب قديم وألعب ملاكمة وصعدت كيجات بطولات حلبات برا الكويت. فإن شاء الله إنه ما راح يأثر علي، وراح أصعد وراح ألعب وراح ألعب أحسن من محمد العتيبي، وراح اتمكن منه ان شاء الله من اول جول. انا العب ملاكمه معروف واخذ الاول على الكويت دائما، واخذ من افضل لاعبين الكويت بالملاكمه، فالحمد لله ان شاء الله اني راح اخذه وراح افوز عليه. طبعا محمد العتيبي لاعب وبطل، ولكني ما راح يستحقه ان شاء الله، اذا كنت موجود راح افوز عليه ان شاء الله. انا نقاط القوه طبعا بالايدين والبوكس لاني لاعب ملاكمه، ونقاط الضعف عند محمد اللي هي فوق طبعا نقاط الضعف كثيره، انا شفت بطولته اللي قبلها فقاعد لاحظت على نقاط الضعف انه ما عنده بوكس فوق، ما عنده لعب فوق، اللعبه اكثر شيء مفتوح. سمعنا كلام يعني من برا يعني الكلام ان محمد العتيبي ايده ضعيفه يعني. انا اقول انت ما جربت يا زيد، ما جربت ايدي عشان تحكم عليها يعني. ومن المباريات اللي شفتها وتحليلي لزيد المطيري يعني ان ما شفته يعني
غلب أي خصم إلا بالنقاط يعني. وكما حللوه الفنيين الملاكمة أنه يعتبر لاعب حافظ أو لاعب يكرر نفسه يعني أو لاعب نقاط. فأنا في كلمة يعني مشهورة دارجة بالمثل الشعبي يقول ميدان يا حميدان. محمد العتيبي لاعب موتاي وأنا لعبت في ملاكمة. محمد العتيبي عنده أكواع وعنده ركب، هذا اللي تفرق عني تقريبا، ولكني قاعد أدرب شلون أتصدى لهم وأتوصل أوصل له. إن شاء الله أني راح أوصل له. أنا أقول زيد المطيري يعني أنا أحترمك كشخص، لكن بالنسبة لمقاتل هذا الشيء عليك أنت أنك تخلي الخصم اللي قدامك داخل الكيج يحترمك، أو يعني حجمك معروف يعني داخل الكيج يعني مسبقا. طبعا أشكر الأخ عادل موان على هذه البطولة، وأشكر منظمينها والمقيمين عليها على هذه البطولة، لأن البطولة هذه ساعدتنا أن نطلع هواياتنا داخل الحلبة مو برا، ساعدتنا أن نلعب ونطلع فنيات نبي الناس تشوفها لنا، وأشكركم على هذه البطولة. أوجه رسالة شكر للجمهور الكويتي الواعي وجميع المتواجدين بالكويت، جمهور مثقف وجمهور عاشق للقتال المفتوح، وهذا دليل أنه يعني مواكب العالم في الرياضات الحديثة، يعني عالم القتال المفتوح عالم الآن الكل يتابع يعني الحمد لله. وأوعدكم إن شاء الله تبون أكشن راح تشوفون أكشن بإذن الله تعالى. وكلمة أخيرة وجهها لمنظمة جي أف سي، المنظمة الرائدة، كما قلنا سابقا يعني منظمة ما انتظرت أحد، صنعت الحدث ورحبت بالمقاتلين، الكل يثبت نفسه ومشكورين والله يعطيكم العافية. أقول حق محمد العتيبي أنه ما يستحق الحزام لأني أنا مو موجود، وهذه البطولة راح أكون فيها موجود، راح أوقفه راح أطلع وراح أخذ الحزام منه إن شاء الله. أقول زيد المطيري أن الحزام اللي أخذناه بالدم يروح بالدم، وإن شاء الله راح يبقى بالدم.